شباب ركزوا لي بالعدو بعد ما يتفنش. ها مش عارف ليش تشقلب بالسماء، مش عارف. نصحكم بمتجر فاكس، ليش؟ لانه سوى عروض وتخفيضات استثنائيه لجل الالعاب اللي موجوده على جوالك، يمكن تشحنها من هذا المتجر بافضل العروض وارخص الاسعار. الرابط راح اخلي لكم في وصف الفيديو بالاضافه الى التعليق المثبت. اخواني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكل متابعي قناة اندرويد 18. شاب امس نزلت لكم مقطع عن مراجعة التحديث ومراجعة شاملة، لكن ما دخلنا جيم ولا جربنا اللعبة ولا اي شيء، فخليتكم وخبرتكم انه باذن الله في المقاطع القادمة اكيد انه راح تكون التجربة وتكون شرح الباقي التفاصيل. فاليوم راح ناخذ اول تجربة، لكن بين قوسين قبل ما ناخذ تفاصيل التجربة والشرح شنو اللي صاير داخل الجيم وغيره، فحبيت اوضح بالنسبه للناس اللي الى الحين مش عارف كيف يحمل اللعبه او كيف يحددها اساسا، لانه في ناس يعني تلعب اللعبه وفي ناس كانت يعني ما وصلت حتى التحديث، يعني مش عارف اساسا ان التحديث وصل ونزل. امس يا شباب اول سيرفر وصلوا التحديث هو كان سيرفر الاسترالي، اي بمعنى على المتجر الاسترالي. اذا عندك حساب ابل فيمكن انك تسوي حساب ابل اي دي ايضا فيما يخص المتجر الاسترالي على دولة استراليا وتحمل اللعبة بشكل عادي وطبيعي جدا وما راح تحتاج في بي ان اثناء التحميل، يعني بس تسوي متجر ابل اي دي يخص دولة استراليا او السويد او النرويج او اي دولة او البرازيل اللي متوفرة عليها اللعبة حاليا. فيما يخص نظام الاندرويد او اجهزة الاندرويد، فشباب كيف تحمل اللعبة؟ تمسح بيانات جوجل بلاي وتدخل تسوي تشغل الفي بي ان، راح اخلي لكم افضل في بي ان يمكن انك تستخدمه على دولة استراليا لانه هو الاسهل. تدخل عليه تسوي كونكت للفي بي ان على دولة استراليا، هو بس الدولة الوحيدة الموجودة عليه، وتدخل تفتح اللعبة، تفتح متجر جوجل بلاي بعد ما تمسح له البيانات اللي تخصه، فراح يفتح معك مباشرة المتجر الاسترالي، تكتب اسم اللعبة وراح تحملها. اذا عندك اللعبة وما مش عارف كيف تحددها الى الحين، نفس الطريقة تمسح بيانات جوجل بلاي وتشغل في بي ان على دولة استراليا، ويلا تفتح اللعبة وتحملها وتحدثها بشكل عادي وطبيعي جدا. هذا بين قوسين بالنسبة للناس اللي مش عارفين كيف يحملون اللعبة اساسا او كيف يحدثونها فيما يخص التحديث اللي نزل او الموسم الثالث. اوكي، نغلق قوس التحديث وطريقة التحميل، وايضا اللي يريد طريقة مفصلة وشرح دقيق راح اخليكم الرابط الفيديو بنهاية المقطع هذا، راح تلاحظوا ويمكن انك تدخل عليه ايضا وتشاهد طريقة التحميل والتشغيل وحتى بدون في بي ان. الحين راح نتكلم عن التحديث وعن الجيم بلاي فيما يخص او التجربة اللي تخص اللعبة في التحديث الموسم الثالث. شباب ما انكر عليكم انه اول جيم صادفت به مشاكل، اول جيم صادفت به مشاكل، اللعبة بها لاج مش طبيعي، البينج حسيته مرتفع كثير، ولو اني يعني مسحت يعني ما حذفت يعني تقريبا ما شغلت الفي بي ان بعد ما دخلت الى اللعبة سويت له فصل، لكن ظل لي نفس المشكل، ظل لي نفس المشكل وعانيت يعني الجيم الاول عانيت، ممكن بعد ما نزلت من الطيارة يعني وكأنه يعني اللعبة بها مشاكل كتير، لكن بعد الجيم الاول خلاص اللعبة ضبطت وصارت مع ما صار معي اي مشكل، وراح تلاحظون يعني حتى في الجيم الاول هاد والجيم الثاني يعني ما صار معي اي مشكل باللعبة. اللي يسأل عن المعالج اللي او عن الجهاز اللي انا جاي العب عليه بمعالج سناب دراجون 865، هذا هو المعالج اللي جاي العب عليه، وزي ما تلاحظون يعني العشب ظاهر عندي كل شيء، يعني ما اللعبة تقريبا ما راح اقول لك انها واو حاليا يعني بهذا الاصدار، ولكن مبدئيا تقريبا نفس الشيء اللي كان في الموسم الثاني ونفس الشيء اللي كان في الموسم الاول، يعني نفسه يعني حتى من ناحية الجودة او من ناحية يعني حتى الجودة ما تعدلت كثير حتى نكون واضحين يا شباب، وما انكر عليكم الجودة صارت واو ولا يا اخي نفس الجودة اللي كانت سابقا هي اللي متوفرة حاليا. ستقول لي هل في مشاكل باللعبة بعد التحديث واللي كان متوقع انه راح تكون السلاسة اكثر على اجهزة الاندرويد؟ يعني تقريبا ما فيش فرق حاليا، يعني كأول جيمين ما صادفت فرق كبير، اللي صادفت الفرق وين؟ انه الحساسية مبعرة يا شباب بأمانة، يعني مش ممكن انك تلعب الاعدادات بشكل تلقائي بعد التحديث، ضروري انك ترجع اعداداتك وحساسيتك اللي كانت في الموسم السابق، واذا انت يعني ما لعب اللعبة اساسا فمباشرة بعد ما تحمل اللعبة ضروري انك تعدل الحساسية، ويعني حتى نمط الدوران وغيره يعني ضروري انك تعدل فيها سواء في الدوران الافقي او العمودي.
لانه راح تلاحظ انه في سرعه في يعني زي ما لاحظتم حتى بالجيم هذا والجيم الثاني لساتني ما ضبطتها زين. راح تلاحظون انه بمجرد انك تفتح سكوب تحاول تسحب شوي تسحب كثير، فضروري انك تعدلها اوكي. ومن بين ايضا الاضافات اللي سوفرت في طور البترويد، شوف يعني لما تخلص الجيم فراح يطلع لك انك اذا تريد تستكمل او تلعب مع سكواد تلقائي او يعني تلعب تدخل المهم مباراه ثانيه وسكواد اوتو يعني بدون ما تطلع اللوبي وغيره. فهذه ايضا واحده من الاضافات اللي تم فعليا اضافتها في هذا الموسم الثالث بنهاية الجيم يعني لما تخلص الجيم. في ايضا اضافة مميزة جدا يعني هي متوفرة داخل الاعدادات، شوفوا الحين اخذت سلاح LMG وراح اخذ ايضا سلاح SMG. فبالاعدادات عندك اختيار الاسلحة المفضلة اللي يمكن انك تاخذها بشكل تلقائي. الحين شوف لما احول على سلاح LMG وبعدين الاقي سلاح AR او ريف فراح يحول لي بشكل تلقائي سلاح بدون ما المس السلاح، وراح تلاحظون هالطريقة في هذا المكان بالضبط. شوف راح الاقي M4 على الارض، شوف يعني انا ما اخذت الانفور، هو بشكل تلقائي اخذ الانفور. ليش؟ لاني بالاعدادات مضبط انه اسلحه الانفور هي الاول، يعني لما الاقيها اخذها هي الاساس، فراح تكون اسلحه اساسيه. هذه يعني حتى تكون عندكم فكره فيما يخص وتستف يعني ترتب عفوا يعني الاسلحه اللي انت تريدها سواء اس ام جي او ال ام جي او اي ار. المهم الاسلحه اللي تريد تاخذها تكون لها اولويه، فتخليها مؤشره ومعلم عليها من الاعدادات، فلما تدخل بشكل مباشر راح تاخذ هذول الاسلحه بشكل تلقائي، يعني مش مضطر انك تعلم على السلاح او تاخذه، لانه في مرات يعني يصير لخبطه، تخلي سلاح وراك تريد تاخذه ترجع ورا تروح قدام. يا اخي شوف شوفوا الحساسيه كنت معاني بامانه يا شباب. ولو انه الـ 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 يعني الجيم الاولى يعني ما صادف لوعي بكثير يعني اساسا، لكن المهم الحساسيه ضروري انك تضبطها قبل ما تدخل الجيم. ايضا بالنسبه للاجهزه، هل تم اضافه اجهزه اخرى فيما يخص نظام الاندرويد او الاي او اس؟ الاي او اس فعليا تم اضافه جهاز الايفون 8 بلس، بمعنى تم اضافه جهاز اخر، لكن الجوده ليش تم يعني ما تم ترخيصها الى الحين وظلت مغلقه وما تم ترخيصها اساسا من المطورين؟ فراح اعطيكم تصريح مدير الانتاج داخل اللعبه بشكل رسمي كتعليق وكتعقيب بالنسبه للناس اللي كانت تتساءل ليش لم يتم ترخيص الجوده. فشاهدوا يعني هو يذكر انه لو تم فتح هذا الخيار ففي اجهزه ما راح تدعم اللعبه، فراح يصير مشكل يعني في يصير اجهزه مش ممكن انها تشغل اللعبه لو يتم تفعيل وترخيص هذا الخيار. فلهذا الشركه يعني تحاول تخلي الجوده بشكل تلقائي عشان انها تستقطب اكبر عدد من الاجهزه اللي ممكن انه توفر عليها اللعبه وبعدين يتم ترخيص الجوده وانت وجهازك وانت ومواصفات جهازك. يعني إذا جهازك مواصفاته قوية فأكيد أنك راح تلعب اللعبة على جودة أعلى، إذا مواصفات جهازك ضعيفة فنوعا ما فأكيد أنك راح تلعب على أقل الإعدادات. فهذا يعني التصريح كتعقيب بالنسبة للناس اللي كانت تسأل عن الجودة ليش ما تم ترخيصها. فهذا الجواب يعني بشكل رسمي من مدير الإنتاج يعني حتى ما نتكلم كثير. طيب الحين راح أيضا أجيبكم فيما يخص عن حرارة الجهاز، يعني لما تلعب هل صار في أنه الحرارة ما تتوفر على وما تصير بجهازك لما تلعب اللعبة بعد التحديث وفي الموسم الثالث، أو يعني تقريبا نفس الشيء اللي كان في الموسم الأول والموسم الثاني؟ الموسم الأول بعد أكثر يعني الموسم الثاني كان أقل شوي. المهم فيما يخص الحرارة لساته الحين يبقى الجهاز يعني بحرارة لو تلعب بشكل مكثف على اللعبة، فممكن انه حتى اللعبة تطلعك من الجيم اساسا لو تلعب بشكل مكثف. فلهذا انصحك دوما انك لما تلعب حاول تختار المودات اللي تكون بها دقائق اقل، يعني مش زي العشرون دقيقة و 15 دقيقة، حاول تختار اما 5 دقائق اما 10 دقائق لما تلعب طور الباتل رويال، لانه طور الباتل رويال اللي لاحظته انه به تكون حرارة الجهاز اكثر نوعا ما من لما تلعب الملتي بلاير او تلعب الطور الجماعي. اوكي طيب راح تسالني مبدئيا يعني حتى ولو كانت مشاكل ضئيله حاليا باللعبه فهل راح يكون لها حل في القريب العاجل؟ خبرك انه في احتمال كبير جدا. ليش؟ لانه اكيد انه في تحديثات تخص هذا الموسم الثالث وتكون بشكل تدريجي من اجل تحسين بعض الاخطاء الموجوده يعني حتى بعد التحديث. ايضا عندي تعقيب بسيط يعني سواء في طور الباتل رويال او في الطور الجماعي، والطور الجماعي عندي حلقه خاصه باذن الله راح اشاركها معكم وحلقه استثنائيه.
ان شاء الله تحضروها. بس المهم هذا التعقيبه وهذا العيب اعتبره عيب شوي، انه لعبه يعني لساتها في يعني تقريبا في حتى في الموسم الثالث، ليش ما تجعل السكنات متوفره وموجوده على الاسلحه اللي تطلع لك بشكل ديفولت؟ يعني انت مش ما تقدر وما تتمكن انك تاخذ سلاح عليه سكن سواء ملحمي او ليجندري او ايا كان باي لون، مش ممكن انك تاخده الا يعني ده تروح للدروب ويكون مخصص عشان انك تاخده به بسكن اللي موجود عليه. فيعني مش من المعقول يا اخي بصراحه. فهذا اتوقع ان الموسم الثالث يعني كنت اتمنى انه تكون هذه الاضافه الى جانب اللغه العربيه اللي حتى ولو ما ظهرت معنا ما يخالف، ليش؟ لان ما متوفره على اي دوله عربيه، ولكن كاضافه ايضا للغه الفرنسيه واللغه الاسبانيه فنقول زين يعني اوكي. لكن فيما يخص السكنات الأسلحة فضروري أنها تنضاف، يعني مش معقول يا أخي تأخذ أنفور بشكل ديفولت وأنت عندك أنفور ملحمي ليجندري بأي سكن تريد يا أخي. فمش مفروض علي يعني أدخل أروح أدروب ولاقي دروب وطول الجيم وأنا أدور على دروب على أساس أني أخذ سكن سلاح. فهذه أيضا أعتبرها نقطة قابلة للتحسين في التحديثات القادمة بإذن الله. أما كجيم بلاي فبصراحة يعني ما صادفت مشاكل زي ما كانت معي يعني في الموسم الثاني بأمانة شباب، يعني والجيم كان أمامكم يعني ما صادفت لاج. عسى خبرتكم الجيم الأول بعد دخولي للعبة صادفت هذه المشكلة، فممكن في ناس يعني لو يدخل الجيم الأول أو حتى الجيم الثاني يصادف هذه المشكلة فراح يطلع يقول يا أخي خلاص أنا ما يمكن أني ألعب اللعبة. يا اخي جرب مره ثانيه وراح تضبط معك، لكن بس الغي الفي بي ان بعد ما تدخل اللوبي اللي يخص اللعبه والطريقه شرحتها سابقا، يمكن انك تراجعها وتشوف المقطع اللي هي طريقه تشغيل اللعبه بدون في بي ان اوكي. الى هنا اتوقع اني ذكرت كل التفاصيل اللي حبيت اشاركها معكم في هذا المقطع. اتمنى بس الا تبخلوا عليه بلايكاتكم واعطونا تقييمكم فيما يخص الجوده والجيم بشكل عام اللي شاركته معكم في هذه الحلقه اوكي. منتظركم في التعليقات واشوفكم على خير بالمقاطع القادمه وسلام. If you would like to get exclusive content updates, previews, and events, don't forget to subscribe and turn on that notifications. Stay frosty, soldiers.